انا واحد الساكنه ديال هذه المنطقه ديال الجنسيه، بخصوص هاد المطاعم ديال الصينيين اللي كاين في هذه المنطقه. كاين هذا المشكل لانهم كيجيبوا الزبناء ديالهم الشراب واخا من عند اليوم، وهذا الشيء كنا كنشكو منه وكنعاني منه كساكنه في الايامات ديال كوفيد. كانوا تيخدموا حتى خارج التوقيت ديال العمل، وانا شفتهم بعيني كيجيبوا الشراب للكليان سواء الصينيين او المغاربه اللي كيجيو عندهم. والمشكله شنو هي؟ انه احيانا تيوقع المضاربه وتيوقع المشاكل وتيوقع الصداع. شحال من خطره تضاربوا تما هما اللي تبعضياتهم اولا مع شي حد بحال هكا، تيخرجوا تيضاربوا وتينوضوا الصداع. هذا مشكل، هذا اللي كي الصينيين مرحبا بهم، ماشي حنا كرهنا معاهم، ولكن خصهم يحترموا المنطقه ويحترموا الساكنه ويحترموا سميتو.